نبدأ الإصلاح بمن؟ لازم نبدأ الإصلاح من القضاء. يعني القضاء، أنا لو أكون فاسد وبقدر أعرف إن في واحد من القضاء فاسد، إزاي واحد فاسد هيحاسب؟ إحنا عرفنا إن في الأول إن في قال إن في حوالي 140 أو 100 قاضي أو مستشار مش مظبوطين، ليه ما تشالوش؟ إصلاح البلد أولا هيبدأ من إصلاح القضاء. إيه رأيك في الناس اللي عمالة تغني على دم الشهداء؟ في اعتصامات، في مظاهرات، دم الشهداء، دم الشهداء، حق الشهداء على الشهداء. دم الشهداء دول قد إيه؟ هم بيقولوا قد إيه؟ حوالي 1000. إيه؟ حوالي 1000. 1000؟ طب قول لي حوادث العربيات قد إيه؟ قول السنة اللي فاتت حوادث العربيات قد إيه؟ الناس قالوا برضه دم الشهداء وكذا وكذا واحنا حقوق. يا اخوانا اعتبرها خناقه ما بين واحد. القضاء دلوقتي لازم ياخد مقدرات، بس اهم حاجه زي ما بقول القضاء ده لازم يعني يبقى نزيه. النزاهه بتاعته ان اللي هو نص نص نقول له فعل كده. عشان لما واحد يقف قدامه يبقى عارف ان الراجل اللي قدامي ده نظيف وشريف ونزيه. عشان يبقى ما ينفعش. ما ينفعش واحد يقول حق او صاد وهو ملوث. طيب نفترض ان احنا رجع بينا الزمن، كنت تحب ان ثوره يناير تقوم ولا ما؟ انا احب ان الثوره تقوم في جميع المجالات. الثوره يا اخوان يعني تغيير. يعني مثلا في الشريعه الاسلاميه يقول لك التغيير في الاسلام. إن كل فترة زمنية محددة ليها تغيير وليها مسيرة، بدليل إن كل فترة من الزمن القرآن ده ليه تفسير غير التفسير اللي قبل كده. فإحنا عاوزين الثورة دي مش في بتاع أنت الثورة اللي أنت عملتها دي سياسية، ده أنا عاوز ثورة ثقافية وثورة علمية وثورة تكنولوجية وثورة في جميع المجالات. عاوز أغير النهاردة عجلة العجلة بتاع الزمن ماشية بسرعة. وانا ماشي راجع بالورا، يا ريت كنت واقف ولا ماشي ستيب باي ستيب، ده انا برجع لورا مش قادر بالماينس. الناس كلها بتاخذوا العالم وتسابقنا واحنا قاعدين نظرا للصراعات. وللاسف احنا واخدين شهادات كتير النهارده، كذا واحد واخد، اقل واحد واخد بكالوريوس او رصاص. النهارده في ماجستير ودكتوراه وكذا وكذا، عملوا بينا ايه؟ ما عملوش. وبعدين نظام البحث ده اصلا نظام خاطئ. المفروض النهارده انت ما ينفعش تيجي تعمل رساله ماجستير او دكتوراه، لا انا اجي اعمل اشوف مجلس البحث العلمي ده يجيب مشاكل المجتمع كله، سواء زراعه سواء صناعه سواء كذا سواء كذا كذا، ويعملها في داتا. يبقى اذا انت لما تيجي واحد عاوز تعمل بحث ماجستير ما تقولش انا عايز اعمل كذا، يقول لك لا، يديك ورق ريبورت يقول لك خد اختار من ده. البحث بتاعك ده هيفيد البلد. انا لو شركه وعاوز بقول انا عندي مشكله عاوز اعمل برنامج او كذا وكذا، هشتريه من البحث العلمي وهكتسب وقت وهصلح البلد. انما مش كل واحد راندم عشوائي يقول انا عاوز اعمل رساله في الماجستير او في الدكتوراه في اي حاجه، ما تستفدش حاجه، ما بنستفدش، كله محطوط في الاضرار. المبدا ان جميع المشاكل يا اخوانا اللي في مصر تصنف زراعيا اقتصاديا علميا كذا، واعمل لها داتا واعمل لها بروجرام. ويعني يجي اي واحد يعمل بحث، انت في تخصص زراعه اجريكلتشر، خد اختار حاجه من دول واروح مديها للناس اللي هم بتاع الفلاحين وكذا وكذا كده، نميت بالبلد. انما انا في ناس واخده دكتوراهات وماجستيرات في حاجه الناس ما تسمعش عنها، يقول لك يعمل بيها ايه؟ ما ينفعش. فلازم المشاكل تتحط في البحث العلمي، وهو البحث العلمي اللي يحدد الرساله للشخص اللي هو اللي عايز يعمل الرساله. طيب النهارده اسرائيل خايفه ان مصر يمسكها تيار ديني، وامريكا بدات تحط علامات استفهام حوالين الاخوان المسلمين والتيار الديني في مصر. هل تصور حضرتك في يوم من الايام ممكن الاخوان المسلمين يمسكوا الحكم ويعلنوا الحرب على اسرائيل؟
انت هتعمل حرب على اسرائيل علشان اعتقد ان اسرائيل هي العدو الطبيعي لينا كمصريين. ايه انت في بينك وبينها معاهده هي اللي هتجيلك ولا هتروح لك. اذا كانت متفوقعه في مكان معين هي متفوقعه فيه مش عايزه تزيد. لان هي مش قادره تسد على البقعه اللي هي واخداها. ويوم ما حصل في حرب 73 حصل ثوره. تفتكر كانت تقدر تيجي توصل مصر؟ ما قدرتش. هي احنا لما عملنا عبور حب يعمل ثغر عشان يغير الراي العام، انما ما يقدرش يكمل. انا المشكله ان هو ما يقدرش يمد الناس دي، ما يقدرش يحافظ عليها. اسرائيل ما تقدرش تاخد سنتي من اي دوله عربيه تاني. عشان بس نفهم اسرائيل مش هتاخد اي سنتي من اي دوله عربيه، لان هي مش عايزه تسيطر على البقعه اللي هي واخداها. يبقى ازاي هتفتح مجالات تانية؟ ازاي؟ يعني بالعقل، يعني لازم تخططوها. طيب افهم من كلامك ان انت مع التطبيع وان اسرائيل خلاص عايشين في حالهم واحنا عايشين في حالنا والقضية الفلسطينية نقفلها على كده. القضية الفلسطينية شعب هم اللي يخلصوها. ماشي يا استاذ؟ لان احنا بنيجي نقول الشعب ده غلبان. انت لو بصيت في دول العالم كلها هتلاقي الشعب الفلسطيني عايش بره مستريح وراس مالي لدرجه لا تتخيلها. هم لو عايزين يساعدوا اهلهم يساعدوا من الناس يفرضوا على الناس اللي واخدين جنسيات فلسطينيه انه يدفعوا كذا وكذا وكذا بدولتهم عشان يساعدوا. ماشي؟ انت لما تيجي تعمل مقارنه بين مثلا غزه ومصر، لما بتجي لك غزه على التلفزيون هل بتلاقي فيها واحد حافي؟ رد عليا. بتلاقي فيها شاب لابس لبس جربان، لابس احسن لبس وصحته احسن صحه. انت فاهم اصلا؟ اسرائيل وفلسطين اتفقوا على الا يتفقوا. اقول تاني، اسرائيل وفلسطين اتفقوا على ايه؟ على الا يتفقوا. ليه؟ لان مصلحتهم انه يفضل على هذا الوضع. اسرائيل بتاخد المعونات وهي البنت المدلله لامريكا، واخد بالك؟ ووعد بلفورد اللي هو 2 نوفمبر سنة 48 قال لك لقد أعطى من لا يملك لمن لا يستحق. يعني أعطى فلسطين جزء وهي ما تستحقوش. وبعدين قال لك إن فلسطين دي اتحطت لتلهي به ظهر النضال العربي. يعني دي زي ما تقول الإنذار بتاع أمريكا وأوروبا ليهم. أو الركيزة بتاعتهم في الدول العربية. ده بالنسبة لفلسطين. النهارده لما نيجي قانون دولي اي واحد بيحتل بقعه من الارض 20 سنه بتقول له. وبعدين انت بتقول تطبيع مش تطبيع، هل الدول العالم مش اعترفت باسرائيل؟ يبقى انت ايه وضعك ايه؟ انت مش تبع القصير تبع دول العالم؟ طيب وشرفنا اللي راح في 48 48 ده موضوع 67 والاحتلال 48 ده موضوع تاني. ده موضوع كان الشعب الفلسطيني 48 و56 و67 56 ده اتعملت الحرب دي على اساس كنا امامنا قناه السويس. وكانت اسرائيل جزء منها؟ اسرائيل جزء منها عشان امامنا قناه السويس. طردت فرنسا وانجلترا واسرائيل اتلموا عشان يعملوا كذا عشان يرجعوها ما عندوش يرجعوها. اما 48 فكان حصل خيانه من بعض الدول. ولما حطوا جزء من اسرائيل في فلسطين ابتدى الفلسطيني يبيعوا بيوتهم وحاجتهم وهربوا. بس قد اللي حصل معاهم. وبعدين هم عاملين ديانه. الديانه بتاعتهم فين؟ رد عليا، الديانه بتاعتهم فين؟ مش في فلسطين. خلاص هي توجه. يعني ما عندكش مشكلة أنا مش أنا بالنسبة لي أنا لا أنا بالنسبة لي كدولة دول العالم كلها معترف إن دي دولة. أنا هضحك على نفسي؟ إحنا ناس متعلمين. طالما في دولة اعترف بها وفي الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن يبقى أنت اللي هتغير هذا المسار. ده أنت يوم ما هتبيدها العالم كله هيبيدك، هيقف ضدك. لأن هي بتعمل على كيفك، صح؟ لأن هي البنت المدللة الأمريكي. أنت النهارده يوم ما تعمل يقول لك مخالفة لحقوق الإنسان. النهارده القذافي لما بيضرب في شعبه مش قاموا عليه؟ هما لما بيضربوا غزه ويحموا وما
يمنعوا منها الاكل والشرب. حد من الدول الاوروبيه قال لها حاجه؟ بس فمش هنقعد نقول نعترف بيها ونعترف دي دوله يا اخوانا غصبا عننا كذا. احنا نحافظ على المقدسات الاسلاميه والمقدسات المسيحيه. المقدسات الاسلاميه يدوها لنا، المسيحيه يدوها لنا، وهم ياخدوا حاجتهم. لان من الدول كلها اعترفت بيها، انا هقول لا؟ هتقدر تغير انت؟ جاوبني، الشباب ده يقدر يغيروها؟ ادي وقت المسألة، عاوزين نبقى ناس متعلمين يا اخوانا، نشوف القانون الدولي ايه. القانون الدولي ده سيف علينا، مش هنقول احنا شريحة من العالم. الناس شريحة معينة أو قانون خاص. طيب حضرتك بتقول الكلام ده، لكن لو ليك أخ أو بعيد الشر يعني اتأثر في 67 أو توفي في 67 في 67 أو داء مرارة عدوان الصدوم، هل كنت هتقول نفس الكلام؟ أنا زي ما أنت بتقول ليك، هنا في واحد أسير أو واحد اتقتل، هو برضه عنده ناس اتقتل، وأنا قتلت ناس من المصريين. ماشي؟ دي حرب. أنت بالنسبة لك شهيد، الشهداء عند الله أحياء عند ربهم يرزقون. بعدين ده مش ميت في خناق، ده ميت بيحارب عن الأرض. أنت فاكر الحروب ما بقاش فيها؟ هم عملوا أعمال منافية. واخد بالك؟ هل قدرنا دول العالم تحاسبها؟ لا. لأن قانون الأسر ده معروف دوليا. هما طلعوا بعيد عنه، لو احنا طلعنا بعيد عنه كانوا هيحاسبوه. اسرائيل عامله زي المراه، المراه اذا ارادت ملكت. اسرائيل اذا ارادت ملكت. ماشي بيها باللي حواليها. بامريكا انا بقول لك. يعني هي مأثره على امريكا، لان الكونجرس والناس اللي هم راس الماليين هناك الاسرائيليين بتأثر على الحاكم الامريكي واختياره وكده. قلت لك اسرائيل بالنسبه لامريكا البنت المدلله. يعني راجل عنده بنات وعنده بنت صغيره، البنت الصغيره دي شبيك للبيت، هي دي اسرائيل. امريكا حاولت تحتضن شباب الثوره. وهيلاري كلينتون زارت ميدان التحرير يوم 18/3 وشباب الثوره رفضوا ان هم يجتمعوا معاها او يقابلوها. ايه راي حضرتك في الامر؟ امريكا يا اخوانا زي ما واحد هيحط لك اكل يحط لك السم في العسل. ما تجننيش حاجه. لا ازاي تقول لي انا طب على كده اسرائيل ايه ولا يا اخوانا قلت لك احنا معترف بالعداء بتاع ما بين العرب واسرائيل. ما هو عداء ليه؟ ما في عداء. بقول لك لمصلحه امريكا ومصلحه اوروبا ان الثوره بتاعتنا تفشل. ان مصلحه العالم الاوروبي كله ان مصر تبقى بالماينس، لان هي اللي بتهيج العالم العربي عليهم، هي اللي بتفتح، هي اللي بتفتح انظارهم. انت فاهم؟ زي ما بيكون عندك واحد ثوراجي تقول لك خلص على ده. هو احنا بالنسبه للدول العربيه كده. مصلحه امريكا هي خايفه ان التيار الاسلامي واقف متربص ليهم وهيقول لهم ممنوع التعامل مع امريكا وممنوع وممنوع وممنوع. يا ريت يقولوا الكلام ده بتخطيط ونظام او يدرسوها، يعملوا حساب وقت. انت يقول الكلمه دي ما يجيش النهارده لا قدر الله يركب الكرسي دلوقتي يقول دلوقتي، ما ينفعش. انا لازم اقول عشان انا لو ركبت تيار اسلامي او اي تيار لازم اقول ان انا هطبق النظام ده لبحر 5 سنين 10 سنين امام خطه زمنيه. اقول انا هعرف اوصل للمستوى المعين بعد كام سنه بعد كده كده طالب الكلام ده. انما مش في اول وهله، اول وهله لا. طيب دول الخليج ما بتعتبرش امريكا عدو، بتعتبر امريكا الصديق. امريكا احنا في مصر نعمل ايه؟ هل نحط ايدينا في ايدين الامريكان وبالتالي نبقى حطناها في ايدينا؟ احنا في حاجه كويسه حسن مبارك عملها. جميع الدول العربيه عملت في بلادها قواعد امريكيه على مصر. والقاعده الامريكيه معناتها ان انت بعت جزء من ارضك او احتلت، ودي حسنه واحده من حسن مبارك عملها. ها؟ امريكا عاوزه تتقرب لك عشان تعمل عندك قاعده عشان تحتلك. يعني حضرتك معتبر ان دول الخليج محتله. اذا كانت بتاخد عليها توا عشان تدافع عنها. انت كده مش عارفينه.
الدول الخليج بتدفع عتاوى لامريكا عشان تدافع عنها من اي خطر خارجي. وتنظر تعمل قاعده ليه؟ تعمل عندك قاعده ليه؟ زي ما تكون عندك ينفع في الشقه بتاعتك تأجر اوضه وانت عندك اسره. انا بعتبر كده القاعده زي ما واحد عنده شقه وعنده اولاد وبنات ومش عارف ايه ويجيب واحد عازب يأجر له شقه يأجر له اوضه ينفع. هي القاعده كده. طيب اليومين دولت في توتر على مستوى العلاقات الدوليه، المنطقه كلها متوتره. لو قامت حرب الجيش المصري يسد ولا لا؟ حرب مع مين؟ احتمال ايران. ايران هتجيلك ليه؟ هتجيلك ليه؟ انتوا بتطلعوا كلام يعني حاجات مستحيله. ايران هتيجي تعمل لك ايه؟ احتلك؟ لا هي مش هتحتلني انا، ايران عايزه اسرائيل. مع السلامه تقول في داهيه. اسرائيل دي جامدين على حدود خط القاف. شوف اوعى تكون فاكر ان في طلقه طاقه تيجي كده عشان تيجي فيك، كل حاجه ماشيه بالديسي والصوتي. مفيش طلقه تيجي في العراق او في السعوديه او في كذا وكذا، لو هتطلع صاروخ من الصاروخ معروف. جو جو كده، كل واحد ماشي ورا حاجه علبه ماشي بيها خدها من هنا حطها هنا، ما تنفعش تيجي هنا. طيب الامارات اعترضت على محاكمه مبارك. ماشي. وهددوا بان هم هيسحبوا استثماراتهم من مصر. ايه راي حضرتك في الموقف؟ وهيرموا الكلام ده كله، وهيرموا العماله المصريه وكذا وكذا، لما بيجي اي مسؤول يقول لك ما حصلش. لما بيجي اي مسؤول زي السعوديه وزي ده وزي ده يقول لك لا ما عندناش الكلام ده. هما محاكمه رئيس دوله زي بتاعنا خطر بالنسبه لي يا اخوانا، يعني معناتها يا اخوانا يا حكام انتوا يا التانيين الدور عليكم. فلو دي كملت هيبقى الدور على دول. فمن هذا ان هو بيطالب بعدم محاكمته عشان التاني ما يتحاكمش. ادي السبب، ادي السبب. مش انت عايزه يتحاكم ولا ما يتحاكمش؟ هو في النهايه هو احنا لا نقدر نحاكمه، هو هيخلص، هو خلص، هو بيطلع فروعه، هو بيطلع فروعه. وبعدين هو لما يجي واحد بالهيلمان ويتحبس حتى في تكييف ولا ما اعرفش ايه، ده لو جمل هيبرد. يا اخوانا احنا من غير ما نعرف، لما تيجي تقرا ما بين السطور حسن مبارك منهك جسمانيا وعقليا وبتاع، انتهى ضبط. ولاده مش حواليه، الصيادان ده مش حواليه، اللي كان بيصول ويقول مش قادر مقيد، يعني هو انتهى. هو انتهى. طب هنستفاد حاجه لو حكمناه؟ هتحاكمه؟ انا نفسي يا اخوانا قبل ما احاكمه اصلح النظام القانوني. القضاء. لأن نظام القضاء لما تيجي تشوف اللي هو النائب العام قبله كم سنة؟ قلت لك أي واحد كان مسؤول أثناء حسني مبارك مش سليم، لما غير الناس دي يبتدي عشان يحاكمه ويحاكمه مظبوط. أنت عارف محاكمته ممكن يطلعه لك براءة. بس وبالقانون وبالقانون بالورق، لأن الورق ده كله المحاكمة دي كلها هتطلع بره. فبناءً هتبقى أوراق متستفة. ودي رجالتي. بس مش عايز أقول لك أكتر من كده يعني.